رايحين رحلة أنا ويحيى. صالحني يعني؟ أبدا صالحك كله. عملت حالك زعلان اللي تملنا. حبيبي أنت. أشكرك. أنت يلا. شو يا فهو؟ لحظة، ايش لازم، ليش لازم نتوزن؟ كل علم الطيران والطيارات والايروداينامك مبني على الوزن. 135 كيلو. 135 حبيب قلبي والله. يسعد قلبك حبيبي. على راسي. يلا كلب من هون. ايش مالك انت؟ طلعنا معاك. وين بدك تطلع انت؟ على الطيار. بدك تطلع الهليكوبتر؟ اه. لكن والله عمري ما ركبت طيارة. محمد مروان انت مش شكل شكل الهليكوبتر تفضحنا. خلص روح انقل. هاي بدها زلم. بدها زلام. روح روح. روح يا كبير. نعم. وين رايحين؟ طالع على الهليكوبتر. وزنك ما بسمح انك تطلع. انت اوفر ويت انت. كيف اوفر ويت؟ اوفر ويت انا معي بس ليميتيشن 210 كيلو بس. وزنه ما بسمحش. ما وزنه ما بسمحش. انا الله. انا مسموح لي؟ اه انت مسموح. روح. تعال طلع. تعال معي. انا مش وجهي يطلع في الطياره وحركب الهليكوبتر. اشي من الاخر، اشي بومبستك فوق ما تتخيل. فاجأته برحلة هليكوبتر طلع بدوني. خانك وطلع بدونك؟ اه. لا إيه. والله اعمل حق علي مش علي. ولا لشغيف انا حاجة. انا قلت لك ما تطلعش؟ ولا مين حكى لك ما تطلعش؟ امي. هم ليش؟ زيادة وزن. طيب. امبارح بالليل تلجت ونام عندنا مسلم هديب. سيارتي علقت في الثلج، بدنا نروح هلا نحفر ونطلعها. Oh my god, look at this movie! وليه؟ ها ها! محشورة السيارة، بس بدنا نطلعها هلا. اه يلا! مش علي مش علي، الكاميرا معلم. اه يلا! يا معلم! معلم! ترضى تطلع ولا مش هتطلع؟ مروان راح. شو تسوي؟ بلعب GTA. مقضي حياتك على البلاي ستيشن، مقضي لي حياتك على المضرب انت وهذا الغبي، فهيك ما بيصير يا معلم، بدنا نشتغل، بدنا ننجز، عينك شمال فيها انحراف. عين شمال فيها انحراف؟ اه. بسم الله الرحمن الرحيم. جد؟ جنبك كيسر سعد. اه بدك نظارة. منحرف كثير؟ اه منحرف ومنحرف يعني. الله يربش فيك. ناجي. اجت فكرة ببالي بتجنن. ايش؟ بدنا نصبغ شعر محمد مروان. صبغنا شعره مليون مرة. لا بس هاي الطريقة غير. معاي؟ معك. بس انت راح تقلب علي. لا ما راح اقلب عليك. بتذكر الصبغة الحمراء استعملناها بتحدي الصحن؟ بنديرها في الشامبو تاعه. خليه يطلع احمر. عن جد والله بتزبط. والله. والله. طب امسك. ايش امسك؟ اطفي البلاي ستيشن. عم بلعب عم بلعب. يا بدك كثير يلعب. هي هي هي. هجبت الشامبو تبع مروان دير. عبيتها يخرب بيتك. رح تصبغ الحمام. شايفين هاي الزجاجة؟ ما فيها اشي صح؟ باقي فيها على الاطراف شوي. شوف قديش بتعمل احمر هاي. ما فيها اشي صح؟ انت حطيت القنينة كلها. طب خلينا نجرب بس شو بيعمل. اه اي تخيل. الحمام صح؟ اه حطوا الحمام. جماعه احنا هلا رح نقعد نلعب بلاي ستيشن عبين ما نشوف محمد مروان دخل يتحمم. ممكن ياخذ الموضوع ساعتين ثلاثه اربعه. فيش ورانا شيء. بدنا نختم جي تي اي. طب انا جماعه الخير هي الشامبو. اوكي
الله يشديش من بشتك. 2 hours later. ايش يا كبير، ليش ضاوي البويلر وتاركه؟ طيب ماشي. يلا اسمع. اسمع، بدنا نحط له كاميرا قدام الحمام. خليني امسك كاميرا الثانية. يا جماعة الخير، امورنا لسه بالسليم، لسه بده وقت وبده وقت. اسمعوا الصوت. شكله عم بيعمل كركا. رح يطلع خايف. الدم ده تكون لسه ما بحط شامبو. ما هو الواحد لما يحط شامبو بغمض عيونه. طب اذا ما شافش، اذا هو ما انتبه، شو بدك تحكي له؟ مستحيل ما ينتبه. طب لا، بلكي ما انتبه على شو اسمه، على المراي. على المراي. ما عنده مراي، ما عنده مراي صغيره بتاعت المحل هاي. احنا بناخذه بنطلعه برا الشارع. شو نقول له؟ شو هالحالة يا أول؟ صبرك يا حسن. مش عارف وين أروح في حالي أنا. الله يوفقك. الله. يا أبي. دم من راسك؟ ناقي خلق مع عمي أنا هنقل من الدرد يا ناقي خلاص. ينزل في شد شامبو. طب طلعه حرام خلاص. هذا هو كان فيديو اليوم يا جماعة. إذا حابين نعمل مقالب تاني خبروني بالتعليقات. مع السلامة.